السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا طاجن كباب حلة او لحمة ببصل. شايفين شكلها عامل ازاي وطريقتها سهلة وجميلة. بطريقتي لكل حبايبي اللي سألوني على الطريقة، الطاجن يدوب لسه طالع من الفرن. شايفين شكل اللحمة عاملة ازاي؟ ما شاء الله ومستوية حلو ودايبة، وزي ما انتوا شايفين الصوص كده بتاعه ده اللي بيتحط في على الرز. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تعالي معايا نشوف بقى الطريقة، سهلة جدا وبسيطة. ولكل حبايبي اللي اتفرجوا عليا، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. وخليكم معايا لاخر الفيديو علشان في تكات كده صغيره ان شاء الله هقولها لكم عشان تسويه اللحمه نسرع من تسويتها وتطلع معانا بالشكل ده. خليكم معايا لاخر الفيديو. ويلا معايا للتجهيزات. يلا كده حبايبي معايا على الطريقه. انا معايا هنا كيلو لحمه متقطع كده مكعبات زي ما انتم شايفين، طبعا بالحجم اللي انتم تحبوه. انا مقطعاه قطع كده، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، قطع متوسطه زي ما انتم شايفين كده. انا عندي حله هنا فيها حوالي معلقتين زيت على النار، هنزل عليها هنا تكون الحله سخنه، هنزل عليها بالده. بنجيب كده من اللحمه من عند الجزار، نقول له كده عايزين حته دهن، هو بيحط مع اللحمه حته دهن. هنسيحها كده في الزيت، نديها تشويحه كده في الزيت، هتطعم معانا اللحمه. ودلوقتي هننزل بقطع اللحمه معانا، هنحطها كده هنا. هندي اللحمه الاول تشويحه لوحدها مع الدهن كده والزيت. نزلنا خلاص اللحمه كده معايا، هنديها تشويحه لحد ما لونها يدبل كده معايا وتاخد الصدمه، وبعد كده هننزل بالبصل المقطعينه جوليان. انا دلوقتي خلاص شوحتها زي ما انتم شايفين كده، وكل الانسجه بتاعتها اتقفلت معايا، خدت تشويحه حلوه مع الدهن اللي انا نزلته والزيت. هنزل دلوقتي عليها بالبصل. طبعا كمية البصل دي اختياري، انتوا حابين كمية بصل قد ايه. انا هنا مقطعة حوالي كيلو بصل معايا، لان طبعا البصل بيدبل زي ما انتم شايفين، مقطعة جوانح كده. هنزل عليه بكمية البصل كلها، هديله برضو تشويحة مع البصل واقلبه حلو قوي. مش هنحط اي توابل دلوقتي، هنقلب بقى البصل مع اللحمة. انا كده دلوقتي خلاص حطيت البصل مع اللحمه وقلبتهم حلو قوي مع بعض. هنزل دلوقتي بالبهارات اللي معايا. معايا رشه جوزة الطيب بس صغيره كده مش كبيره، وربع معلقه بهارات، السبع بهارات، ورق لوري وحبهان وفلفل اسمر. هنزل عليها كده البهارات دي كلها وهديها برده تقليبه. الملح مش هحطه دلوقتي خالص، الملح هحطه اخر مرحله لما اللحمه تستوي معايا. هسيب كده البصله مع اللحمه تتشوح حلو، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين ميه سخنه. كل ما تشرب الميه بتاعتها هنزود لها ميه سخنه. كده خلاص البهارات مع البصل مع كله.
هسيبها اول ما هتشرب الميه بتاعتها هرجع لكم تاني ان شاء الله، وهنزود لها كوبايتين ميه دول. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده البصله نزلت الميه بتاعتها وشربتها خالص، انا لسه ما حطيتش اي ميه عليها، اتشوحت كده حلو خالص مع البصله، والبصله شربت اللحمه شربت الميه، شايفين شكلها عامل ازاي. هنعمل بقى حاجه دلوقتي، هنحط عليها معلقه صغيره سكر زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى معلقه السكر دي؟ اول حاجه هتديها كرمله كده معانا، تدي اللحمه كرمله ولون معانا وطعم حلو، وتاني حاجه هتسرع من تسويه اللحمه. لو اللحمه عندنا كبيره شويه بتاخد سوى، لا معلقه الملح دي هتخليها تستوي على طول ان شاء الله، وهتخليها دايبه كده معانا وهتتكرمل وهتدي لون حلو. هنسيب كده معلقه السكر دي تتكرمل كده مع البصل ومع اللحمه، وهروح اجهز كوبايتين ميه سخنه زي ما قلت لكم، لانها خلاص شربت الميه بتاعتها. كل ما بتشرب الميه بنزود لها كوبايتين بكوبايتين، شايفين شكلها. هسيبها بقى كده دقيقتين السكر يتكرمل مع البصل واللحمه، وهروح اجهز الميه السخنه. اهم حاجه تكون ميه سخنه. انا كده خلاص سبت كده سبتها دقيقتين مع السكر لحد ما تكرمل كده مع البصل ومع اللحمه، وهنزل عليها بكوبايتين ميه سخنه. اهم حاجه زي ما بقول لكم تكون الميه سخنه، مش هنحط ميه ساقعه عشان تسهل علينا التسويه على طول باذن الله. هنحط كوبايتين بكوبايتين، هسيبها كده وهعلي عليها النار ان شاء الله، وهتابعها كل شويه اشوف شربت الميه بتاعتها ولا لا، وكل ما هتحتاج ميه هحط لها لحد ما تستوي ان شاء الله معايا، وارجع لكم تاني. كده دلوقتي شربت خلاص الكوبايتين الميه اللي انا حطيتهم قدامكم، وحطيت لها كوبايه ميه تانية. هي كده استوت حوالي معايا جي 80%، لسه ناقص شويه على التسويه. بس انا بقى هعمل ايه؟ هحط لها دلوقتي الملح، معلقه ملح، مش عايزه اكتر في الملح لاني كنت حاطه في البصل، وهنزل عليها فلفل الوان. طبعا فلفل الوان ده اختياري، اللي حابب يحط فلفل الوان بس بيديها كده طعم ولون حلو. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وهحطها في طاجن وهدخلها الفرن تكمل بقية التسوية بتاعتها في الفرن. هي خلاص يعني فاضل عليها يعني 10 دقايق او ربع ساعة كده، تاخد بس وش حلو وتكمل تسويتها كده في الطاجن، وتاخد من طعم الطاجن ان شاء الله. هحطها كده معاكم اهو في الطاجن. هدخلها دلوقتي كده الفرن تكمل التسوية بتاعتها ان شاء الله، وهرجع لكم تاني حبايبي في الشكل النهائي. وده حبايبي الشكل النهائي كده الكباب الحلة او اللحمة مبصل، شايفين شكلها عامل ازاي، وخدت وش كده من فوق. هي لسه يدوبك طالعة من الفرن اهو، شايفين لسه بتبكبك في بعضها، شايفين عاملة ازاي واستوت ودايبة معانا خالص. بصوا دايبة ازاي خالص، وفيها الصوص بتاعها كده اللي هيتحط على الرز. يا رب تكون وصفة سهلة وخفيفة عليكم وعجبتكم ان شاء الله، وتكون طريقة سهلة وتجربوها. ولكل حبايبي اللي بيتابعوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. واي فيديو حابين اعمله لكم ابعتوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله انفذه باذن الله. وجربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، وهنزل لكم كل التوابل في صندوق الوصف والطريقه في صندوق الوصف لحبايبي اللي حابين يسجلوا الوصفه عندهم، وهستنى ان شاء الله تعليقاتكم كده في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.